صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا ببرنامج حوار اليوم الاحد 30 حزيران 2024. بهيدي الحلقه بصرنا استضيف الاستاذ سيزار ابي خليل عضو تكتل لبنان القوي. اهلا وسهلا فيك سعاده النائب. صباح الخير. صباح النور. بدنا نبدا بالمواضيع. اول شيء في جوله اليوم عم تبعها لرئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل. باي اطار يعني هيك اذا بدك توصف لنا اياها؟ يعني عم نشوف الحراك عم بيكون على مستوى القياديين السياسيين والجولة اللي قام فيها اليوم، الجولة المناطقية بأي إطار بتشوفها حضرتك؟ أكيد هودي مستويين عم بتم التحرك عليهم. واحد، التحرك الأول اللي حكيت عنه هو مع الكتل النيابية من شان إيجاد المخرج أو الحل حتى نعمل الديبلوكاج لموضوع رئاسة الجمهورية. كذلك الأمر، وهذا أمر اعتاد عليه الوزير باسيل، هو بيجول على المناطق اللبنانية، بيتلاقى بالتياريين بالمناطق، بضياعهم بمناطقهم، وبيتلاقى بالفعاليات الصديقة والقريبة أيضا بالمناطق يلي بيزورها. بقى هودي شغلتين معتادين نعملهم. واحد، إيجاد الحلول والمخارج للأزمات يلي البلد عم يتخبط فيها. أولا رئيسة الجمهورية يلي بتسمح لنا إن نرجع نكون السلطة ونوجد حكومة عندها ثقة مجلس النواب ونكون متوافقين كلنا على برنامج عمل. لا لا، هيدا الأمر بصير مع الكتل النيابية، وهيدا الأمر عم يتوسع وصار في يعني كتل نيابية عديدة أو عدد كبير من النواب خلينا نقول يلي هن مع رأي التيار الوطني الحر أو بيتقاطعوا هن والتيار الوطني الحر على واحد عدم التعطيل أو عدم التصلب. يعني صاروا كتار كيف يعني على وفي أي معايير؟ سيدتي، نحن عملنا جولة مسعى، تلاقى مع مسعى قبل، عملوا اللقاء الديمقراطي، ومسعى قبله عملوا الاعتدال الوطني. نعم. وبهيد المساعي اللي عملوها هالثلاث كتل على الأطراف الباقيين وعلى بعض النواب المستقلين أو الكتل الأخرى، وتبين أنه في عدد كبير من النواب لا يوافق من يريد التعطيل ومن لا يريد الكلام مع حدا، ولا يوافق التصلب على مرشح وعدم الكلام بغيره. فبالتالي لا، في عدد كبير اليوم من النواب يلي عم بيقولوا خلينا نتحاور تنلاقي اسم خيار جديد ما يكون مستفز لحدا، نقدر كلنا نتوافق عليه حتى نقدر ننجح بالمرحلة القادمة. لأنه مرشح مواجهة أيا يكن من أي طرف أتى، فيما ولو فاز رح تكون مهمته صعبة. لأنه التعطيل ببلد وبنظامنا، التعطيل ممكن يؤدي إلى تعطيل أمور المواطنين، تعطيل الدولة يلي أصلا شايفين نحن وضع مؤسساتها شو هو اليوم. فلذلك الأمر هيدي البقعة بلشت تتوسع، وهيدا مسعى لن نقف فيه ولن نستسلم أمامه. وهيدا أمر بيت كمان من أصدقاء لبنان، بيت ملحوظ إذا بدك من أصدقاء لبنان يلي عم بيجربوا يساعدونا حتى نتجاوز هذه المرحلة. بيت ملحوظ ومعترف فيه أنه في عدد من الأطراف السياسيين الواعيين بالبلد اللي هم مصلحة الوطن ومصلحة البلد واللبنانيين ومستقبلهم قبل المصالح الخاصة وتسجيل النقاط على هيدا الفريق أو على هيداك الفريق. ليه بتعتبروا أنه الفريق اللي هلأ عم تسميه أنه عم بيعطل أنه ما بده الخيار الثالث؟ جربته يعني من خلال يعني القنوات التواصل اللي اليوم في فريق تنحكي الأمور بأسمائها. اليوم في فريق يلي على رأسه القوات اللبنانية رافض الحوار، ومنه قادر يجيب مرشحه ورافض يحكي مع حدا. وفي فريق تاني يلي هو فريق الثنائي يلي مصر على مرشحه ومش قادر يجيبه لمرشح. فبالتالي على الميلتين
في فريقين مصرين ومش قادرين يفرضوا اللي بدهم اياه، وهذا الامر عم بيؤدي الى اطاله الفراغ. اليوم في اللي عم نرجع نقوله، في نواب بين هاتنين عم بيقولوا خلينا نلاقي بعضنا بنص الطريق، نلاقي بعضنا على خيار ثالث يكون مقبول منا كلنا، نكون كلنا متعهدين بدعم العهد القادم والحكومة اللي جاية على برنامج واضح بيقدر يشيلنا من الوضع اللي نحن فيه. بقى في هيدي العقل يلي نحن عم نحكي فيه، وهيدا المنطق عم نلاقي أطراف أخرى وكتل نيابية أخرى ونواب مستقلين عم يتلاقوا معنا. إذا بدنا نحكي بال... هو كل واحد أنا بقول قد ما أنا بقول هيدا اللي بقوله. من هونيك وبالرايح أنا ما بحكي باسم الأطراف الآخرين، كل واحد هو بيعلن عن موقفه، واللبنانيين عم بيتابعونا وبيعرفوا كيف تطور هيدا الأمر عم بيصير. فبالتالي أنا ما بعلن عن غيري ولا بحكي باسم غيري، أنا عم أقول نحن موقعنا وين، شو هو الجهد اللي عم نعمله، شو هو المسعى، بأي منطق عم نعمله، بأي اتجاه عم نعمله، وهيدا اللي نحن منعول عليه نقدر يتلاقوا معنا الأطراف الآخرين، كل واحد هيدا التصلب اللي هني فيه يحلحلو شوي. ما فينا نعول على شيء يجي من برا وقريب، لا في يعول على انتصار هيدا الفريق أو هيداك الفريق أو نهاية الحرب بغزة. يعني من جهة اليوم الإيرانيين ما نطروا انتخابات رئيس الإيرانية تخلص حرب غزة، راحوا نفذوا الدستور تبعهم 50 نهار، انتخبوا رئيس. فبالتالي الإيرانيين ما نطروا غزة، لأن احنا بدنا ننطرها منيح. وشو رح يصير إذا ناطرين نوصل على القدس تننتخب رئيس جمهورية؟ هيدي قصة طويلة. وإذا ناطرين إسرائيل تجتاحنا فريق تاني ينفذ اللي براسه، هذا مش رح يصير. فبالتالي خلينا نكون واعيين واقعيين، مصلحتنا قبل مصلحة أي طرف آخر. طيب حضرتك مصلحة اللبنانيين ومستقبلهم هي قبل أي طرف آخر أو دولة أخرى. هلأ كل طرف بيعتبر اليوم انه هو اللي بده مصلحة اللبنانيين، بس في لبنانيين يعني في لبنانيين عم يسمعونا، في لبنانيين واعيين مسيسين بيعرفوا الوضع كيف. اليوم شايفين التعنت او التصلب كيف عم بيؤدي الى اطالة الفراغ، عم بيؤدي الى تحلل مؤسسات الدولة. طيب عم بيؤدي الى التصعيب، عم بيؤدي الى التصعيب المهم على الطرف او على الرئيس القادم وعلى الحكومة القادمة. نعم يعني حضرتك عم تقول انه اليوم في فريق جديد بالبلد، اضافة يعني انتم اكيد مش فريق جديد بالبلد، بس اليوم التيار الوطني عم اقول في تجمع جديد، في تلاقي جديد. عم اقول في تلاقي. طيب هذا التلاقي اللي جاي اليوم بالوسط بين الفريق المعطل حسب ما حضرتك وصفته والفريق المتصلب، مش هيك؟ ايه هيدا الفريق بنص قد ايه قادر اليوم يوصل لاسم رئيس يقنع فيه طرف المعطل والطرف المتصلب؟ وحضرتك عم تقول نحن منا بحاجة ل يعني أي وساطات خارجية، بس اليوم عم تلتقوا مع الكل. أكيد عم نلتقوا، عم نقول كل يعني نحنا واسع، عم نقول نحنا عم نقول نحن كلبنانيين لازم نقدر بين بعضنا نبت بأمورنا منيح. اليوم كل مساعدة بالاتجاه الصحيح اللي بتحترم سيادة لبنان وما بيكون فيها فرض من أي صديق للبنان هي محل أكيد ترحيب. مش عم نرجم حدا بهذا الموضوع، بس اللي عم نقوله نحن كلبنانيين نشيل بعضنا، نفك حالنا عن التوقعات بالمنطقة شو بده يصير، ونفك حالنا عن تقديرات خاطئة بإنهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بأي اتجاه سريع، وما نعول عليها لا ترجمة ما بالداخل اللبناني، ومنقدر نروح بسرعة على الاتفاق بنص الطريق على رئيس جمهورية. ومن رئيس الجمهورية أكيد مش هو لوحده الحل، رئيس الجمهورية هو بداية حل، بداية تكوين السلطة والاتفاق أيضا على برنامج لا المرحلة المقبلة حتى نقدر نشيل بلدنا من الوضع اللي هو فيه. هل قد هيني القصة؟ هل قد واضحة بالنسبة لنا الصورة يلي موجودة؟ هلأ طبيعي نحن بنقرأ باترنز،
نقرأ أنماط عند البعض وصرنا نتفهمهم ومنعرفهم ومنعرف كيف طريقة شغلهم. عند في بعض الأطراف عند التغيرات بالمنطقة بتتصلب بتبطل الإدري لأنه عنده هيك مونو تشانلد شغلة بيكون بيتصلبوا عند أي تغيرات، وهذا التصلب عم بيؤدي إلى تعطيل البلد بوقت في تغيرات عم بتصير بالمنطقة كبيرة بتصير على حسابنا بالآخر. اليوم مفروض نكون حركيين، بدنا نكون حركيين. إذا منتصلب ومنخلي البلد ومنجمده بانتظار أي شيء من الخارج، خاصة الأمور يلي نحن ما بنقدر نحسمها، خاصة الأمور التي تخرج عن إرادتنا وعن سلطتنا وعن قدرة تأثيرنا، منكون عم نسبب ضرر للبنان. لذلك الأمر المطلوب اليوم هو الحركة، التواصل، الحوار بين بعضنا حتى نقدر نلاقي المخرج. طب الحركة قائمة وعم نشوفها، بس هل وصلتوا إلى حائط مسدود مع الطرف اللي بتعتبروه؟ ما في واحد، نحن ما في حائط، ما في حائط بعد اللي صار بموضوع المقاطعة ببكركي. ما في، نحن ما رح نوقف عند حائط، ما لن نستسلم للأمر الواقع، رح نكمل الشغل العمل. الأمر بيتطلب تلتين مجلس النواب يقدروا يتحاوروا على اسم الرئيس على البرنامج الحاصل في الالتزامات وبعض اللي عم ينكتب واللي قريناه بالصحف اليوم جزء كبير منه مش صحيح. الالتزامات موجودة بالذهاب إلى الجلسات بالدورات المتكررة، ومن هونيك بنقدر نروح على انتخاب رئيس جمهورية. عم تفهمتوا مع بالنسبة للآلية مع الرئيس بري؟ في تواصل؟ أكيد في تواصل، يعني أكيد في تواصل، والأمر بيت واضح مش لألنا بس، لعدد من الكتل النيابية الآلية واضحة بشكل واضح أمام عدد مش قليل من الكتل النيابية ومن النواب على ما هو مقبول حتى نضمن انتخاب رئيس الجمهورية وتأمين نصاب، وتأمين نصاب طول هيدي الفترة. يعني في التزام 12 التزام ب 12 دورة، وبعدين إذا ما وصلنا على هيدا نروح بدورات أخرى، نعمل ريسس كم لإعادة مشاورات ودورة. هيدا كله الأمر تم مناقشته وبيت واضح لعدد كبير من الكتل والنواب. هلأ كل واحد بيحكي مرة تانية موقفه، بيحكي موقفه وبيعلق هو. أنا لا بعطي موقف غيري ولا بوقت سبب أي يعني أي تخريب على هيدي الآلية. بالعكس، أنا اللي بقدر أقوله اليوم إنه في بيت هنالك آلية واضحة أمام عدد من الكتل، وبتمنى إن نكمل بهذا الاتجاه ونقدر نوصل لانتخابات رئيس الجمهورية. طيب بدنا نرجع شوي للمشهد اللي كان عم بيصير بالأسبوع الماضي، وهلأ مكفى في موفد قطري بده يوصل، في لقاء بباريس بين يعني المستشار الخاص روكستين لودريان. صحيح، قريناها بالجرائد. بس قبل بدنا نحكي شوي بالحركة اللي صار بالأسبوع الماضي، شو كانت حصيلة هيدي اللقاءات والحركة الدبلوماسي، إن كان من قبل مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير زكي، بتصور أصدقاء لبنان، المفد الفاتيكاني بيترو بارولين، بتصور أصدقاء لبنان يلي تحركوا بهيدا الاتجاه، بيت عندهم صورة واضحة للوضع اللبناني، وكنا عم نسمعها منهم مش بحاجة كتير للشرح للوضع، وين العقدة موجودة، وين الطرفين المتصلبين. بيتت واضحة جدا الصورة عندهم عن الطرفين المتصلبين بموضوع رئاسة
الجمهورية، وأكيد العمل رح يكون بهذا الاتجاه لنجيب الكل إلى المساحة المشتركة اللي بالنص اللي ممكن تقدر تنتج رئيس جمهورية، لأنه بيت واضح جدا أنه الاتجاهين الآخرين لن ينتج رئيس جمهورية، لا في أي من الفريقين لن يستطيع فرض مرشح مواجهة على الآخر، وبالتالي هذا أمر عم بيؤدي إلى إطالة الفراغ. شو اقتراح الحل يعني من قبل المفادين اللي التقيتون؟ المفادين اللي التقيناهم أكيد هني مش هني جايبين الحل بدك تستنبطي اللبنانيين من الآليات ومن معرفتنا نحن أكتر بهذا الأمر، جايين هني يستمعوا كانوا أكتر لهذا الوضع ويحذرونا على المتغيرات اللي عم بتصير بالمنطقة وعن مدى خطورة التأخر في إنتاج الحل في لبنان، وأكيد بعرض شو فيهم هن يساعدوا بهذا المجال. اللي ناطر إنه تجي الروسات من برا إنه هيدي مش للأسف مش هيك بتصير. هلا اللقاء اللي بده يصير بفرنسا هو يعني خاص بموضوع الرئاسي ام انه ما بعرف، ما يحكي عن خطه فرنسيه؟ هلا ما عندك معطيات؟ هيدا ليك، انا ما بحب، انا سياسي مش محلل سياسي وحقيقه ما علي لو اليوم على بكره، بس في انا البلد واقف على هيدي الضروره يلي هي انتخاب رئيس جمهوريه. سيدتي انا اليوم قاعد من هالجهه من الشاشه، لما بكون قاعد من تاني جهه من الشاشه وبسمع حدا عم يحسم ويجزم بمعرفه هيك دقائق بكون انا عم بضحك عليه، بقى انا ما بحب يكون في حدا من تاني ميلي من الشاشه. بقى يلي بيقول لك يا مدعي يا جاهل بكون اليوم هيدا امر عم يحصل بين دولتين عظميين. نعم. اكيد جزء منه بخصنا. جزء منه بخصنا، شو اللي رح يبحثوه، شو التفاصيل رح يبحثوها، ما بدعي انك بتعرف، ما بدعي اني بعرف، بس اكيد اللي بيحصل بصير في تبادل معلومات لما على المسارات كل واحد شاغل على مسار، واذا كان في هدف مشترك، اذا كان في هدف مشترك بصير في تبادل معلومات واتفاق على خطوات لقدام. هيدا عامه اللي بيحصل هيك. يعني على هالحاله شو ما سالناك حتقلنا مش مخول. أنا احكي مش مخول، مش مخول انا سيدتي انا مش محلل سياسي. انا سياسي بيجي لهم بقول موقفي، نحن هيدا موقفنا هيك. أي بس هيدا افضل تحليل كطرف سياسي، هيدا افضل تحليل مزبوط. لهول الاشخاص والمفادين الممثلين لهيدي الدول انا ببني موقفي. من سيدتي القرار اليوم وين؟ يعني انا ببني موقفي على افضل تحليل لإلي اللي بتركه لإلي، لا داتا ات هاند، المعلومات اللي الموجوده المتوفره لإلي. اما انا اعمل شو مثل بعض المحللين السياسيين، هيدي انا مش ما بتصور هيدا دوري، ولا اللبنانيين بياخذوني جد اذا عملت هيدا الدور. انا طرف سياسي، عندي موقف سياسي، بطلع على الاعلام تبين موقفي انا السياسي، مش تبين موقف غيري او حلل المواقف. طيب على كل حال كل هذه الاسئله بتصب بموضوع رئاسه الجمهوريه اليوم. كان عم بيصير في لقاء، ما بعرف كمان يمكن بعده مستمر بجلسات لاحقه، بلقاء بكركي. كيف قيمتوا الوضع اليوم بمقاطعه فريق لهذا اللقاء اللي بيعتبر انه هي بكركي مرجعيته الاولى؟ لا شك ب الموضوع. هلا هن بيقولوا انه نشاركوا على مستوى ممثلين، انما بوجود رئيس حكومه الفاتيكان، يعني نمره 2 تبع قداسة البابا، وبوجود كل البطاركه ورجال الدين وببكركي، هيدي بينت للجميع انه في محاولة تخفيض تمثيل لا تخفيف من أهمية الاجتماع، تسبب بإخفاء النتائج
عدم يعني صدور نتائج من هذا الاجتماع، وأكيد هذا الأمر لي استياء كبير. وأنا كل يوم مع نتلاقى مع العالم وبمحيطنا وبالعالم اللي بتأيدنا واللي ما بتأيدنا، بتعرف إنه هيدا ما كان في تقدير ولا شوي، لا بل بالعكس كان في استياء من المواطنين ومن المسيحيين عامة، من تخفيض التمثيل. ما فينا نحن بهيك وضع، ما حدا أمن حدا مش أكتر من أمن، يعني منه أهم من أمن الآخرين. وقت في عندك رئيس حكومة الفاتيكان موجود هونيك وموجودين رجال دين وبطاركة ورؤساء كتل ورؤساء أحزاب وما إلى ذلك، فبالتالي لا، هيدا أمر مش موفق، هيدا أمر شافوه كل اللبنانيين والمسيحيين منهم خاصة، وأكيد ما كان محل تقدير ولا شوي من اللبنانيين. اليوم ما فينا نرفض الحوار، خاصة وقت اللي ما عندك الأكترية اللازمة لحسم انتخابات. وحتى لما عندك الأكترية اللازمة لحسم انتخابات من نظام مثل النظام اللبناني، المفروض يكون في تفاهم يعني بالحد الأدنى، والتفاهم عن شو بيجي، عن شو بينتج، بينتج عن حوار مع الآخرين حتى نقدر ننجح بالعهد وبالحكومات القادمة. دائما الحوار يفضي إلى نتائج يعني لا ترضي هذا الطرف وترضي الطرف الآخر، هذا المبرر يعني. من أي طرف الآخر هون؟ الحوار المسيحي. إنه معروف نتائجه ومجرب. شو نتائجه بالحوار المسيحي بالأول؟ رافضين الحوار المسيحي ورافضين الحوار المسيحي الإسلامي، وما عندهم أكترية للحسم بأي اتجاه، بس ناطرين شو بصير، بلكي إسرائيل بتربح على حزب الله حتى نغير. من الآخر لهالدرجة هيدا الرهان، من الآخر هيدا الانطباع العام عند العالم. اليوم بتسألي العالم اللي عم بتتابع كله، هيدا الانطباع العام تبع العالم، هيدا أمر غير مقبول عند اللبنانيين. يعني وغير مقبول كمان من الجهة الأخرى، إنه نحنا نتصلب على موقفنا، وبكرة إذا ربحنا على إسرائيل وخسرت إسرائيل أو أخفقت إسرائيل، لأنه بأخفقت إسرائيل بصير فينا نخيق إيه؟ أنا مش بس إذا أخفقت إسرائيل، وإذا استردينا مزارع شبعة وتلالك فرشوبة والجزء الشمالي من الغجر والسبع نقط المختلفين عليهم و13 نقطة هيدا أنا بغير رأيي، بصير بصوت لسلمية فرنجية. شو خص هاي بهاي؟ يعني على الميلتين الأمر مش مفهوم من اللبنانيين. على الميلتين الأمر مستنكر من اللبنانيين. المطلوب من الجميع التلاقي بنصف الطريق، لأنه لا أحد من الجهتين قادر يحسم الموقف لصالحه، ولا حتى التطورات بالمنطقة المنتظرة لن تحصل، وحتى لو حصل شيء منها، ولأنه أكيد أنا مع أنه تخفق إسرائيل، وأكيد أنا متعاطف اليوم مع الشعب الفلسطيني اللي عم يندبح كل يوم، أكيد، بس هيدا كله الأمر لن يؤثر على تغيير رأيي بالرئاسة اللبنانية أو برأيي بكفاءة المرشحين على قيادة البلاد بالمرحلة القادمة. يعني إذا خسرت إسرائيل لن يصبح أحد المرشحين أكفأ بقيادة البلد. هل هذه وجهة نظر؟ لأنه وأكيد بقول وجهة نظري أنا، أكيد موجود يعني هذا الفريق ناطر أجندة معينة وفريق آخر أجندة، يعني ما فيك تغير شيء بال، يعني لو قلنا أنه اليوم المطلوب عدم ربط، بلى نحن الضغط، بس الضغط من قبلكم كإعلاميين ومن قبلنا كنواب وكسياسيين واعيين لهالأمر هيدا وعم نحكي مع الرأي العام، والضغط من الرأي العام بيخلي الأطراف المتصلبة ترجع تعيد حساباتها وترجع تعيد حسابات الخسارة الكبيرة اللي بتوقع على البلد.
من التأخير والتمادي والتعطيل والتسويف والاستمرار بهيدا الفراغ وبتحلل مؤسسات الدولة وبتحلل كل المقومات، شو ثمن هاي الخسارة وشو ثمن انهم يرجعوا يعيدوا تقييم مواقفهم ويلاقوا الأطراف الآخرين بنصف بالوسط. الطريق. طيب رح نتابع حديثنا أستاذ زار، ومشاهدينا خليكم معنا بعد هذا الفاصل. نكمل معكم إن مشاهدينا بحوار اليوم مع نائب سيزار أبي خليل عضو تكتل لبنان القوي. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. يعني وصفت الواقع اليوم، بس أنا يعني كنا عم نحكي تحت الهواء أنه هذا الكلام مش حقول شعارات، يعني أكيد هذه تمنيات غير مغايرة ومعاكسة للواقع اليوم. يعني الواقع يعني عم تقول أنه تعالوا نتلاقى على نص الطريق وما نربط حالنا بالخارج وما نربط حالنا بالتسويات، ونحن بنعرف أنه موقع لبنان ويعني اليوم اهتمام الدول، لو أنه في الخماسية، لو أنه إذا هلأ بدهم رئيس أو ما بدهم، في اهتمام أكيد بلبنان، في اهتمام ربما أمريكي بعدم توسع الحرب أكيد لمصالحها مش كرمال عيون اللبنانيين، وفي اعتبارات تانية اليوم لحضرتك عم تتفضل فيه وتقول كيف يترجم بالواقع اليوم في واقع مرة تانية، حتى لأنه أنا قلت موقفنا، ما قلت شعارات. أنا قلت لك إذا عملنا كل هالإنجازات، إذا المقاومة عملت كل الإنجازات اللي أنا مش بس ساندت غزة، إذا أخذت كل المشاكل اللي نحن بعدها عالقة نحن وإسرائيل حلتها بهذه الحرب، أنا رح أعتبر أنه مرشح المقاومة صار يعني مؤهل وكفوء وخرج، أو إذا بدك هو الأفضل للمرحلة القادمة. لا، لن يتغير، ما بيتغير، لن يتغير موقفي. فبالتالي أنا عم لك وكذلك الأمر، بس فيما لو أخفق بمرحلة من المراحل، فيما لو أخفق أنه نحن ما عندنا مشكلة، ما هي مش قصة مبدئية، فيما لو أخفق مش قصة مبدئية إذا مؤهل أو غير مؤهل، هي مبدئية نتيجة مواصفات معينة حضرتكم حاطين. خليني جاوبك على السؤال، عرفت شو السؤال تبعي؟ لما قلنا نحن إذا بتعطونا إصلاحات أكبر، صارت موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، هيدا إصلاح مؤهل. لا، إصلاح كتير كبير بالبلد، قادر منه لوحده يحللنا مشاكل. نعم، حللنا مشاكل بتفوق بالآخر، بيوازن واحد بتفوق 6 سنين رئيس جمهورية، لأنه بأحسن رئيس جمهورية إذا ما في اتفاق على هودي الأمرين لن أستطيع الحصول عليهم. وبعدين نحن ما قلنا تنكون واقعيين، لا يقتنع البعض بهذا الكلام، تنكون واقعيين. بس خليني كمل يعني، بس خليني كمل من الصلاحيات، خليني كمل الرئيس لو حتى المعنى، بس خليني كمل. قلنا نحن منتساهل برئيس الجمهورية، ما قلنا قبلنا بفلان، قلنا منتساهل بالمواصفات، نتساهل بالمواصفات وبكل اللي حطيناهن بهذا الموضوع، بقصة إذا بدك شخص الرئيس، نتساهل بشخص الرئيس. إذا قدرنا حصلنا على إصلاحات أساسية هالقد بالنظام اللبناني، بتخلي أكيد شخصية الرئيس أقل تأثيراً بهيدا الموضوع بالذات، مش نكون تخلينا عن الصلاحيات. التنسيون، نحن عم نقول انه انا باقوى رئيس جمهورية، باقوى رئيس جمهورية ما بقدر جيب هودي الامرين الاساسيين من دون اتفاق وطني. اذا الاتفاق الوطني حصل، صار بقدر اتساهل انا بشخص رئيس الجمهورية، لانه بكون عملت اصلاح كتير كبير بالبلد. وين صرتوا فيهم هولي؟ لانه ضروري يعني نسألك عنهم، يعني كنا بلا مركزية، طالما هني شرط يعني ما صرنا المطرح فيهم. لا مركزية الإدارية، صرنا عم نبحث بلا مركزية الساحات، كنا بلا مركزية الإدارية، صرنا لا مركزية الساحات المواجهة بقى حتى تعرفي وين. موضوع الصندوق الائتماني، في اقتراح القانون أحيل إلى لجنة فرعية منبثقة عن لجان اللجان المشتركة، أول اجتماع لها نهار الأربعاء بتصور رح يكون. فأول اجتماع للجنة
فرعية تبحث هذا الموضوع هو نهار الأربعاء القادم. كانت توقفت من وقت ما بدأت حرب. لا أنا بتصور ب 21 أو 22 أدار تقدمت باقتراح لأنه وعملنا تقدمت باقتراح لأنه باسم تكتل لبنان القوي 21 أو 22 أدار لأنه كمان هذا القانون أخذ وقت حتى بحثني أول شيء بدوائرنا الداخلية مع زملاء النواب والخبراء داخل التيار الوطني الحر. كان عندنا شغل كبير مع خبراء وأصحاب إذا بدك باع طويل بالعمل بالصناديق الائتمانية بالدول الصديقة والشقيقة حتى بالخليج وغير أماكن. كمان عدنا معهم، عدنا مع وزراء سابقين كان عندهم عمل بالخارج كمان بهيدا مع هيك أنواع الصناديق. بقى كان شغل طويل عملناه أنا وزملاء لإلي بالتيار الوطني الحر. تقدرنا وصلنا لصيغة نهائية كانت يمكن الفيرسيون 6 أو 7، يعني الفيرسيون 6 أو 7 اللي تقدمنا فيها. يعني في عالم حكيناهم بدنا نتلاقى معكم، حتى قدرنا تلاقينا معهم كنا صرنا بالفيرسيون 4. في عالم لقينا معهم كنا صرنا بالفيرسيون 5. فبالتالي هيدا اقتراح القانون أخذ مسار طويل. كل ما كنا نلتقي مع مجموعة خبراء جديدة أو يعني أصحاب معرفة بهيدا الأمر اختصاصيين. طب ليه تعتبروا أنه اليوم هذا الطرف يلي هو الثنائي هو اللي بده يعطيكم هيدا الحقوق بوقت أنه هيدا بده توافق وطني؟ لأنه مش حقوق يعني الوطالة. لأنه عامة اللامركزية الموسعة في التوافق حاصل عليها وطني، ولا يزال الموضوع متوقف عند الثنائي. يعني الثنائي بتصور هو الأكثر، كان فوكل الأكثر جهارة برفض اللامركزية. وأنا بتذكر لما كنت وزير مش نايب بعد على بنش الوزراء، ولما صرت نايب كم وقفة من زملائنا النواب من حزب الله خاصة، ولا ممكن هيدي القصة اللامركزية. يعني حتى اقتراح قانون لامركزية المناطق الاقتصادية المخصصة للصناعات التكنولوجية عملوا مشكلة تشيلوا لامركزية نغير بالعنوان حتى ما نحط بس كلمة اللامركزية. بقى كان الرفض عندهم واضح وجلي بكل نقاش، بكل اقتراح قانون عم يوصل، بكل اذا بدك ديبيت عم تحصل بالمجلس. يعني في عمل بالتوصل لحل، لانه اعتبار اللامركزية الاداريه الماليه او الماليه الموسعه هي لا لا يمكن فدرالية مقنعة. بدنا نحكي كثير هيدا أمر مش صحيح. وأصلا فهم اللبنانيين للفدرالية ونقاشهم هو بغير محله. فدرالية منقول نحن جمهورية روسيا الاتحادية، دراشن فدريشن، جمهورية ألمانيا الاتحادية، منيح لا فيدراسيون ألمان. فبالفيدرالي هو سيونير. بقى نحن عندنا هون المشكله، الفهم الفيدرالي هو تقسيم، انه كل واحد يقعد بدوله لوحده. نحن ضد هيدا الشيء. نحن خلينا نرجع على مفهوم اللبناني، ما نستور. نحن ضد التقسيم. نحن مع لبنان، نحن شايفين لبنان صغير كتير علينا صغير كتير علينا، وكنا شايفينه بيسوى يكون اوسع. لبنان مش اصغر، هيدا بالاول. بس ايه، لما بنحكي عن انماء متوازن، ايه في مناطق باخر 30 سنه كانت محرومه. نحن لما صرنا بالحكومات بال2012 او 2013 حطينا جدول كل المشاريع المشغوله بالاقضيه،
من التسعين لغاية 2013-2014 يعني هيدي انكلوزيف ولحديت هلأ، لأنه الشيء اللي عملناه نحن بين 2012-2018 ما عاد صار شيء كتير من بعدها. كانوا في أقضية من اللي بيجبوا أكثر شيء هني بقعر جدول الأعمال يلي والاستثمارات اللي معمولة فيهم، وهيدا الموضوع حطينا كل شيء عمل من مجلس الماء والعمار وكل شيء عمل من الوزارات جمعناهم هيدي، وكانت فضيحة كبيرة بهيداك الوقت. فبالتالي حتى نقدر نحن نرجع ننهض بكل المناطق، وكل المناطق تشوف حالها مش مغبونة، ما فيك تقولي للمتن الشمالي وأنا ماني من المتن الشمالي وما عندي أعمال بالمتن الشمالي، بس لما بتشوفي المتن الشمالي معلش هيدي نقطة من المتن الشمالي بيفوت بتصور 25-26% من الجيبي من الإيرادات من الجيبي بتصير بالمتن الشمالي وبيرجع له 3%. طيب هيك كيف بتكون عم بتشجعي ناشط او ابن المتن الشمالي انه يكمل هو يدفع ضرائب؟ بتكوني انت عم بتشجعي بهذه الحالة عم بتشجعي التهرب الضريبي، لما بيكون يلي عم يدفع ضرائب مش عم ترجع له بقول لك وخلص واعمل مثل غيري انا، وليه انا بدي الايرادات الدولة تكون على حسابي؟ بس بالنهاية عم تجربوا القرار المالي اللي هو معروف اليوم وين، واللي فينا نقول مش متفق حرمته عليه منه خلال العهد، او يمكن هو اكثر امر اذاكم بموضوع عدم تنفيذ المشاريع وغيرها، عم تجربوا تستردوه بهذه الطريقه عبر اول شيء مش نحن مش عم نستردوا لنا نحن اول شيء تنكون واقعيين. نعم. وما نكون وما نظهر للعالم شيء على غير صورته. قال باحسن لا مركزيه مالية موسعة حوالي 30-35% من الجيبية بتبقى بالمنطقة اللامركزية. فبالتالي نصور انه هيدا الامر يعني انه ما بقى في مداخيل للدولة المركزية، هذا امر مش صحيح. رح يضل في حوالي 1/3 من الجيبية بتروح للدولة المركزية، لانه الجيش ما فيك تمولي مناطقيا. نعم. السلك الدبلوماسي ما فيك تمولي مناطقيا، فالدولة المركزية ما فيك تموليها مناطقيا. فبالتالي هودي الامور كلها، القضاء ما فيك تمولي مناطقيا. فبالتالي لا، نحن مش عم نعمل تقسيم، نحن عم نعطي المناطق اللبنانية القدرة، عم نمكنها انها تقدر تنهض بمناطقها. يعني البلدية لما بتدفعي لها الميكانيك لا يمكن، ولا مش عم اقول هيك بس عم بعطي، فيك الطلبية ليش الطريق خرباني، فيك الطلبية ليه ما في عندي باركينجز بالضيعة، بس لما البلدية بدك رسومك البلدية بدها تروح للمركزية ونقعد ننطرها بعد 2-3 سنين حتى يجيك من الجمل دينتو، ما فيك الطالبي ساعتها المسؤول البلدي ليه الطريق خرباني وليه مش عم تعمل الأعمال اللي بدك إياها. فبالتالي هيدا الأمر هو مش عم نسترد شي لقلنا، عم نسترده للمناطق حتى يقدروا كل واحد ينهض، كل بلدية، كل منطقة، كل قضاء يرجع ينهض بالقضاء تبعه. فبالتالي وبعدين مرة تانية تيكون واضح، وهيدا موقف ما حيد عنه أي من اللبنانيين، لا تخصيص للوزارات لأي طائفة. منيح؟ في المناصفة في مناصفة، بس التخصيص قبل 2014 مثلا ما كانت وزارة المال مع طائف الشعي. مين كان وزير مال قبل علي حسن خليل ب 2014؟ محمد الصفدي. صحيح. ومين كان قبل محمد الصفدي؟ بقى مش جهاد أزعور اللي عاملين عليه تقاطع وفي حملة من تاني ما كان وزير مالية؟ رح نتابع حديثنا بالوقت المتبقي، بدنا نفوت على عدة مواضيع سريعا بعد هذا الفاصل التاني بهذه الحلقة. مشاهدينا خليكم معنا.
منكمل معكم مشاهدينا بهذا القسم الأخير من حوار اليوم مع الأستاذ سيزار أبي خليل النائب بتكتل لبنان القوي. بدنا نسألك في لقاء عم يتحضر مع الرئيس بري من قبلكم، أكيد وعشو عم تتلاقوا هيك مؤخرا؟ لا نحن شو مش عم تتفقوا عليه؟ التقيتوا من بالأسبوع الماضي مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، شو اتفقتوا عشو التقيتوا؟ نحن أكيد مثل ما قلت بأول جزء من الحلقة، نحن مستمرين بالمسعى يلي ممكن يقدر يقرب وجهات النظر ومواقف الكتل إلى ما يسمى اليوم بالخيار الثالث أو الخيار الآخر يلي بيقدروا يتلاقوا الكل فيه بنصف الطريق مع الرئيس بري. كان في الجولة اللي حصلت، وأكيد قلنا نحن بعد الأعياد رح نرجع نستمر بهيدا المسعى، وأكيد رح يكون قلنا لقاءات مع الجميع، وأكيد عراسهم الرئيس بري لأنه هو رئيس مجلس النواب وهو اللي بيدعي إلى الجلسات، وهو يلي كان في إذا بدك خارطة الطريق توافقنا عليها يلي وحكي عنها بمؤتمر الصحفي الوزير باسيل بعد ما خلص بعد ما خلصنا الجولة الأولى، ويلي ما هي مبنية على حوار بين الكتل النيابية، بيكون في التزام بتأمين النصاب فيه من المشاركين بالحوار أكيد، وبدورات متتالية بيكون في جلسات مفتوحة بدورات متتالية بتقدر تنتج رئيس. يعني الحوار بالأساس فيما ولو بس كيف ستنتج رئيس وشو فائدة هذه الحوارات وهذه الجلسات الحوار إذا في فريق ما بده يشارك؟ صحيح، خلينا نرجع لكن نفصل شوي. الحوار ممكن نتفق نحن على رئيس، نعم، إذا أكثر من 86 نائب اتفقوا على رئيس وهو هذا الأمر المفضل، نقدر نروح منترجم هذا الشيء بجلسة واحدة. إذا ما قدرنا اتفقنا على رئيس، بيكون في التزام إنه نبقى بمجلس النواب بدورات مفتوحة، بجلسات مفتوحة، بدورات متتالية، حتى نقدر، وهذا نحن منقدر إنه الوجود بموقع واحد والتزام بعدم تعطيل النصاب من يعني التلتين من التلتين يضمن الوصول إلى 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 رئيس جمهورية. كذلك الأمر في حديث كمان بالتفصيل أكثر فيما ولو بنهاية 12 دورة ما صار في رئيس، شو بصير؟ وهون كمان في سيناريو في نقاش كيف نقدر نضمن انه نوصل لرئيس يعني مع الدورات المتتالية وماذا يحصل. فبالتالي ايه هيدا النقاش اللي حاصل، هيدا الامر اللي قلت لك بيت واضح لعدد كبير من الكتل النيابية، وهذا اللي عم نحكي نحن والرئيس بري فيه، نحن وحزب الله ايه طبيعي مثل ما التقينا كل الكتل النيابية، وحزب الله عن كتلة كبيرة وأساسية بالبرلمان اللبناني، كان هذا هو ذات الموضوع انه نتحاور مع التزام. ما حدا، ما في حدا بفن فن المفاوضات واضح، ما حدا من اللي جاي على الحوار شو بدي يقول بيتخلى عن سلاحاته قبل ما يوصل. هلا سلاحاته مع حزب الله عم نحكي غير شيء، بيتخلى يعني عن مرشحه ديجا قبل الحوار، ايه بس بده يكون واحد منفتح للاتفاق مع يعني مع اخذتوا هيدي الضمانات مع العالم. بلشنا الحلقه انه في متصلب وفي معطل، هلا هن عندهم اليات انه الالتزام بهيدي الجلسات، عندهم الياتهم وعندهم مجلس شورى وعندهم الياتهم حزب الله، فبالتالي هن بيعبروا عن هالشيء ان ديو تايم، ومثل ما بيطلع بيعبروا عن موقفهم بالوقت المناسب. بس انا عم اقول لك شو الاطار اللي نحن شو الإطار اللي نحن عم نحكي فيه. نحن
عم نحكي مع الأطراف التانية إنها تشارك بالحوار حتى نتفق على رئيس جمهورية، وإذا ما اتفقنا على رئيس جمهورية نروح على دورات مفتوحة ننتخب رئيس جمهورية. أكيد الأولوية لقلنا هي الاتفاق. الاتفاق بين الكل ويكون في تعهد من الجميع بدعم العهد والحكومة يلي بدها تيجي من وراء من شان البلد. إذا ما اتفقنا أكيد رئيس بالانتخاب هو أفضل من الفراغ. حتى لو كان في جزء من اللبنانيين بتروحوا على هيدا السياق، حتى لو في جزء من اللبنانيين بضل أحسن من الفراغ. عم نقول أي بس شو بيقدر يعمل رئيس بيعمل أحسن بظل عدم التوافق، بس بضل يعمل أحسن من الفراغ وتحلل بضل أحسن من الوضع القائم. طيب بموضوع مع تفضيلنا مرة تانية وعشرة وعشرين إلى أنه رئيس متفقين كلنا عليه ومتعهدين كلنا بدعمه. طيب هو أفضل. ببقى معنا كتير وقت، بدنا نسألك أول شيء قراءتك لإمكانية تجديد لليونيفيل بظل هذا الوضع، كيف لا بتصور جبهة الجنوب وازدياد القلق من توسع هذه الجبهة؟ ثلاث إشياء سريعة. واحد، أنا بتصور بالآخر أكيد بدنا نروح إلى تجديد لليونيفيل. ممكن يصير في شوية أخذ وعطى بإطار الضغط يلي بيحصل علينا كل مرة وبهذا الظرف، إنما أكيد لا محل من التجديد لليونيفيل خاصة بهذا الظرف. جبهة جنوب مرة تانية اللي بيحسم وبقلك بأي اتجاه اللي بيحسم بقول لك عامة أنا بتضحك عليه، بس الواضح إنه أو على القليل برأيي الاحتمالات منا عالية لتوسع الحرب، لا عدم قدرة إسرائيل، مش لا حسن نية إسرائيل أكيد، لا لو بتقدر كانت بتعمل، بس لا عدم قدرة إسرائيل على الحسم أو على حرب مفتوحة هالقد، يعني ب 340 كيلومتر يلي هن بغزة صار لهم 9 أشهر و 9 أشهر مش قادرين يحسموا، صاروا يعني متكبدين خسائر كتير كبيرة يعني ومعنوياتهم ووضعهم وكل ما إلى ذلك. اليوم التهديد لفتح هذه الجبهة اليوم بحال توسعت هذه الحرب، شو راح يكون موقفكم؟ لا نحن هذه صرنا مكررين، هذه من البديهيات عندنا. أي اعتداء على 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 لبنان نحن مع الطرف اللبناني أكيد، ولا ممكن إن نصف مع طرف غير لبناني بمواجهة لبنانيين أو لبنان عامة بقى. هذا أمر مفروغ منه إيه، بس نحن كنا ضد وحدة الساحات ولا نزال ضد وحدة الساحات، إنما هذا لا يعني إنه إذا أنا ضد وحدة الساحات يعني صرت مع إسرائيل أكيد، لا أنا 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 لبناني وبدعي لبنانية أكثر من غيري كمان. مش ولكن ترى أن الأمور لن تتدحرج إلى يعني أنا أرى أنه الاحتمالات ضئيلة، أرى التهديد لن يتوقف لأنه إسرائيل معودين عليها بكل أول صيفية بدها تخرب لنا الموسم السياحي. اليوم الإسرائيلية عم بيغادروا إسرائيل، وكل يوم عنا 100 طيارة عم يجوا على لبنان. ما عندي الأرقام الدقيقة، بس قريت إنه بشهر تقريبا جاي لعنا قد ما تقريبا جاي. هذا العامل هيك الاطمئنان بظل هذا كل شيء اللي عم بيصير، شو ما رده برأيك؟ عامل الاطمئنان من عند اللي عم يجوا لأنه لبنانيين أول شيء، هو لبنانيين عامة وغالبيتهم لبنانيين جايين يشوفوا أهلهم جايين على بلادهم، وهيدي طبيعة اللبناني يلي صار متخاوي مع الخطر إذا بديك، ويلي عنده هالريزولف هيدي بمواجهة إسرائيل. في نقطة قوة يعني بهذه أكيد في نقطة قوة، بس هذا لا يعني نحن إذا كنا قوية يعني نستنفد كل 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 قوتنا أو نحط اللبنانيين على طول على المحك وعلى التست. بالآخر اللبنانيين كمان بحق لهم انهم يعيشوا ايام طبيعيه
على القليلة أيام منن على طول محفوفة بالخطر أو بالأنسرتنتي أو بعدم عدم الأمان. بدي أتشكرك أستاذ سيزار أبي خليل النائب في تكتل لبنان الأول، شكرا لحضورك. مشاهدينا الشكر الأخير لكم، إلى اللقاء.